وفي اتندنس؟ لا ما فيش اتندنس، ما انت عارفين من الترم الاول انا ما باخدش اتندنس. نعم، شكرا. أنا أتفق الداينامكس يا جماعه، طبعا احنا بنتعامل مع داينامكس الريجيد البارتكل، داينامكس البارتكل. اللي هيطلع سنه اولى يدخل قسم الميكانيكا هياخد داينامكس للريجيد بودي، فالسنه دي الترم ده داينامكس البارتكل. الداينامكس سواء للبارتكل او للريجيد بودي بتتكون من تو برانشز، فرعين بتتكون من تو برانش. الفرع الاول اسمه كاينيماتكس، الفرع الثاني كاينيتكس. ايه بقى كل فرع فيهم عباره عن ايه؟ بندرس فيه ايه؟ الفرع الاولاني اللي هو الكاينيماتكس اللي احنا هنبدا فيه النهارده ده بيختص بيه دراسه البوزيشن، الديسبليسمنت، الديستانس، الفلوستي والاكسلريشن. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن شابتر 12، شابتر 12 كله. يبقى اذا شابتر 12 هناخد فيه خمس محاضرات اللي هم الخمسه اللي قبل الميد تيرم، ده نص المنهج تقريبا هو شابتر 12. كل محاضره منهم عليها سؤال عليه خمس درجات، كل محاضره هناخدها عليها سؤال، خمس محاضرات بال 25 سؤال اللي بيجوا في الميد تيرم. بعد كل محاضرة أو في نهاية كل درس زي ما أنا معوداكم في الترم الأول اللي منكم خد معايا يعني الاستاتيكس، بشوف المسائل اللي تكون في امتحانات قديمة عشان أحطكم في صورة الامتحان، تبقى أنت عارف الامتحان بيكون شكله إيه معايا. ده بالنسبة للفرع الأول من الداينامكس. الفرع الثاني من الداينامكس اللي هو الكاينيتكس ده بيختص بالفورس اللي بتحرك البارتكل. البارتكل ده بيتحرك من بوزيشن لبوزيشن، من فيلوستي لفيلوستي، خلاص. طب بندرس بقى في الفرع الثاني ايه الفورس اللي بتاثر على البارتكل ده بحيث حركته الحركه دي. ده عباره عن شابتر 13 و14 و15، دول الخمس محاضرات اللي بعد الميد تيرم، خلاص يا جماعه. يبقى النهارده هنبدا في الفرع الاول اللي هو الكايناماتكس. البارتكل بيتحرك، البارتكل ده بيتحرك يا اما لينير موشن يا اما كيرفلينير موشن، يعني يا اما بيتحرك في خط مستقيم يا بيتحرك على منحنى. معايا؟ تعالوا بقى نشوف اللي بيتحرك لينير موشن. يبقى اول حاجه اول جزء هناخده ريكتلينير موشن اوف بارتكل. بارتكل بيتحرك حركه خطيه، يعني بيتحرك في خط مستقيم. في خط مستقيم، الخط المستقيم ده يا جماعه يا لو افقي بيبقى الاكس اكسس، لو رأسي بيبقى الواي اكسس. لو اي خط الكتاب بيرمز له في الشابتر ده بيرمز له بالرمز اس اس. يبقى اذا حركه جسم في خط مستقيم اختار لها الكتاب رمز اس، معنى ان هو يقول لك كتاب بيتحرك ان ستريت لاين، يبقى على طول تروح راسم الخط وحاطط الكوردينيت بتاعته اس. ماشي؟ نيجي بقى في خمسه المفروض نحددهم: البوزيشن، ديسبليسمنت، الفيلوستي، البوزيشن فيكتور، الديسبليسمنت فيكتور، الديستانس، الفيلوستي، الاكسلريشن. طيب تعالوا نحدد اول نوع او نتكلم عن اول نقطه اللي هي البوزيشن فيكتور. عرفنا في الاستاتيكس كانت عباره عن الفيكتور اللي طالع من الاورجن للبارتكل، خلاص هو هيبقى البوزيشن فيكتور زي ما هو طلع من الاورجن للبارتكل. طيب البوزيشن فيكتور كان في تو دايمنشن كنا بنكتبه بدلاله الاي والجي، 3 دايمنشن كنا بنكتبه بدلاله الاي والجي والكي. طب في الستريت لاين هنكتبه بايه؟ هنكتبه بالبلس او الماينس او الزيرو. يعني ايه؟ يعني ادي اهو، ادي الستريت لاين رمزنا له بالرمز اس، ادي الاورجن نقطه او. البوزيشن فيكتور زي ما قلت لكم مقاس من الاورجن للبارتكل، يبقى من الاورجن للبي 1 اللي هي البوزيشن بتاع البارتكل عند الزمن تي 1 سميناها اس 1. دي بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ لأن البارتكل بيتحرك يمين. طيب بعد كده البوزيشن فيكتور على يسار، يعني بدأ من او ومشي جهة اليسار،
فبنرمز لها بالرمز. طب برضو اس 2 بس في الحاله دي بتاخد نيجاتيف، يبقى اذا يمين الاو يمين الاورجن بوزيتيف، يسار الاورجن نيجاتيف، عند الاورجن الاس 0. يبقى اذا البوزيشن فيكتور في الستريت لاين ما بتاخدش بقى يونت فيكتور اي وجي وكي، لا ده بتاخد بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو، لكن زي ما هي بتفضل مقاسه من الاورجن، البوزيشن فيكتور من الاورجن للبارتكل. خلي بالك حتى لو البارتكل مش بالضروره يكون بدا من الاورجن عشان نبدا نقيسها من الاورجن، هو ممكن يكون بدا من البي 1، بدا الحركه من البي 1 برضو الاس بتاعته مقاسه من الاورجن، يبقى البوزيشن فيكتور ده مقاس من الاورجن. طبعا كل الفانكشنز اللي عندي في الداينامكس فانكشن في التي الزمن، الار فانكشن في التي والديسبليسمنت فانكشن في التي والفيلوسيتي فانكشن في التي والاكس فانكشن في التي، كل حاجه كل ده اللي تقابلني في الداينامكس فانكشن في التي. ليه؟ لان البارتكل بيتحرك في زمن، من مكان لمكان الزمن اتغير، فلازم الفيلوسيتي تتغير معايا. نعرف التعريف الثاني اللي هو الديسبليسمنت فيكتور، بقول ايه؟ ادي عندي اهو الاس ستريت لاين، ادي الاورجن، عندي زمن تي 1 كان البي 1 هو البوزيشن للبارتكل، فكان البوزيشن فيكتور ليه هو الاس 1، عندي زمن تي 2 البارتكل اتحرك من البي 1 للبي 2 كان البوزيشن فيكتور ليه في الحاله دي هو الاس. الفرق ما بين الاثنين يعني اس 2 ماينس اس 1 بيرمز له بالرمز دلتا اس، او ساعات يرمز له بالرمز دي وبنسميه الديسبليسمنت. يبقى الديسبليسمنت هي ايه بقى؟ التشينج ان تو بوزيشن، التغير في وضعين، الفرق ما بين وضعين. خلاص، يبقى اذا الديسبليسمنت اللي هو دلتا اس عباره عن الاس فاينل يعني البوزيشن فيكتور عند الفاينل ماينس الاس انيشال اللي هو يبقى اس 2، اس 2 اللي هي مقاسه من الاورجن، كل دي اس 2 ماينس الاس 1. الديسبليسمنت اس فاينل ماينس اس انيشال. لو الاس 2 اكبر من الاس 1 كده بقت الديسبليسمنت بوزيتيف. خلاص، طيب هنفترض ان هو بدا من البي 1 لكن مش جهه اليسار كده، فبقت الاس 2 بالنيجاتيف، يبقى معناها ان الاس 2 في الحاله دي الديسبليسمنت هتبقى نيجاتيف. لو بدا من البي 1 ومش ايا كان راح فين ورجع تاني للبي 1، يعني معناها كده الديسبليسمنت هتكون بتساوي زيرو، يا نيجاتيف يا زيرو. معايا يا شباب؟ معايا؟ متابعين؟ ايوه مع حضرتك. تمام يا دكتور. ولا الناس اللي كانت بتسالني على التندنس، على التندنس بتسال عشان تمشي؟ هو كده كده تقريبا الجروب كله مش حاضر يعني. ليه راحوا فين؟ ما اعرفش، بس هو اللي موجود 140 شايلين ستاتكس. شايلين الستاتكس كل دول؟ لا طيب عموما براحتكم. الموجودين كان في منهم حد معايا في الترم الاول؟ اه دكتور. اه يا أيوة دكتور. ما حضرتك دكتور. ايوه دكتور. اه يا دكتور. انا هتلاقي معظمكم اللي كان معايا في التوقف. المهم اللي معايا يعني كل واحد بقى انتوا كبرتوا خلاص، عرفتوا نظام الامتحانات ايه والمحاضرات، فبراحتكم زي ما انتوا عايزين. المهم الديسبليسمنت زي ما قلت لكم هي عباره عن الاس 2 ماينس الاس 1، والاس 2 اللي هي الفاينل الانيشال بوزيشن. دي بتبقى يا اما بوزيتيف لو البارتكل بدا ومشي في نفس الاتجاه، ففي الحاله دي الاس 2 اكبر من الاس 1 فبتبقى بوزيتيف. لو البارتكل بدا من البي 1 ومشي عكسي يعني كان في الاتجاه الاس 2 اقل من الاس 1 ففي الحاله دي بيبقى نيجاتيف، لو رجع لنفس النقطه تاني فبتبقى بتساوي زيرو.
نيجي بعد كده نعرف الديستنس. الديستنس دي بقى دي نقطة مهمة جدا، وهي دي النقطة اللي بتوقفكوا دايما في المسائل. يعني انا هوريكم دلوقتي المسائل اللي بتيجي على الدرس ده بتبقى شكلها ايه. بتبقى شكلها لو اي واحد مذاكر يبقى لازم يجيب الخمسة بتوعها كلهم، لو مذاكر، لو مش مذاكر بقى خلاص براحتكم. الديستنس، الديستنس دي هي المسافة، هي مسافة. اولا دائما بوزيتيف، دائما بوزيتيف. ديستنس بجمع مسافات على بعض. الديستنس دي يا جماعة اللي هي عبارة عن ايه؟ واحد بيتمشى، مشي شوية في الشارع ده وبعدين حول يمين يمشي في شارع تاني وبعدين فكر يرجع تاني، في النهاية بقى عايز يحسب بقى انا كده مشيت قد ايه بالظبط، هي دي الديستنس. يبدأ يجمع بقى كل الاجزاء اللي مشيها. بس شوف حتى انا معرفها لك ازاي. الديستنس عبارة عن السميشن اوف اول بارتس اوف موشن. طبعا انا زي ما انتم متعودين معايا انا بحاول اكتب كل حاجة في المحاضرات في الورق، بحيث ان اللي ما عندوش وقت يقرا كتاب خلاص هو كل حاجة قدامه في الورق. يبقى الديستنس عبارة عن مجموع كل اجزاء اللي مشيها دي، كل اجزاء الحركة. طيب انا بحددها ازاي كل الاجزاء دي؟ انت ماشي اهو في شارع معين، طب انت عاوز ترجع، عشان ترجع يبقى اذا انت ايه هتقف لحظيا، يعني تقف لحظيا كده وبعدين تغير اتجاهك وترجع. عايزين نعرف بقى انت وقفت امتى، بعد زمن قد ايه، وقفت فين، يعني قطعت المسافه. فاذا اول ما يطلب من ديستنس على طول وتسوي عند كل تايم فيهم احسب الاس. احنا قلنا كله فانكشن في التي، خلاص. يبقى اذا جبنا الفيلوسيتي سويناها بالزيرو، دلوقتي هنشوف جبنا الفيلوسيتي ازاي. حسبنا التايم المقابل للفيلوسيتي بزيرو، وحسبنا الاس المقابله لكل تايم. تعالى بقى الديستنس عباره عن ايه، اهو ادي الصوره اللي قدامك دي، خلي بالك منها. ما بنجيبلكش اكتر، حتى الامثله كلها زمن واحد، الامثله كلها بيديني زمن واحد، هيديني تي بتساوي زيرو وتي بقيمه. تي بتساوي زيرو دي هي البدايه، دايما البدايه عند تي بتساوي زيرو، لان انت بتبدا تحسب الزمن من اول الحركه، فدايما البدايه تي بتساوي زيرو. فكل الامثله اللي هنا تي بتساوي زيرو، حتى كمان احنا في الامتحان بنجيبها غالبا بتبقى كده. عندك مساله واحده في الكتاب اللي هي رقم 12 10، دي اللي فيها بيديك قيمتين للزمن. اذا المعادلين ما حلهاش لكم في السكشن ابقى احلها لكم المره الجايه. 12 10 دي المساله الوحيده اللي هو اديها لك بحيث بيديني قيمتين مختلفين للزمن. فهنفترض ان هو اداني قيمتين مختلفين للزمن، اداني الاس او انا حسبت الاس المقابله لكل زمن. وتعالى بقى الديستنس، انا بقول لك الديستنس دايما موجب، عشان كده احنا بنحط على كل قوس مودلس ده، عشان الديستنس دائما موجب. فبعمل ايه؟ بحسب الاس 1 ماينس الاس نود. الاس نود دي اللي هي الانيشال بوزيشن، ماشي؟ يعني واحد ابتدى مثلا من على بعد 2 من الاورجن، وبعد زمن تي 1 بقى على بعد 4 من الاورجن، يبقى ال 4 ماينس 2 يبقى اس 1 ماينس اس نود مودلس بلس اس 2 ماينس اس 1، كل واحده ماينس الجزئيه اللي قبلها. ما انت عايز تحسب اجزاء بقى، عايز تحسب الاجزاء اللي انت مشيتها. فاس 2 ماينس اس 1 بلس كده، خلاص ما بنجيبش اكتر من كده، بلس اس عند التايم ريكوايرد، هو بيطلب منك بيقول لك عايز المسافه بعد زمن كذا، ما بيسيبهاش مفتوحه. فيبقى اس عند التايم ريكوايرد اللي هو الزمن المطلوب ماينس اللي قبليها اللي هي الاس 2. هنفترض ان طلع لك تي 1 تي واحده بس، يبقى اذا القوس ده يبقى القوس ده مش موجود، يبقى على طول اس 1 ماينس اس نود، ويبقى الاس للتايم ريكوايرد ماينس الاس 1. ده لو طلع لك تايم واحد معايا. طيب كده عرفنا الديسبليسمنت وفهمناها كويس، وهنقول تاني لما تيجي المساله، لما نيجي نحل عليها مسائل. بتطلب دايما في كل امتحان،
كل الأجزاء دي يا جماعة بنطلبها في كل امتحان، كل الأجزاء. ما هي أنا عديت لك إيه، عديت لك خمس فقرات هندرسه بهي كده بالخمس درجات. دكتور معلش، انتوا بادئين من قد ايه؟ نعم، بادئين من قد ايه؟ مش من زمان، تمام مش يعني، عارفة، مش مش ما عارفة فاتنيش أكمل. حاجات كتيرة يعني. لو سمحت يا دكتور، أنت سمعت من أول فين؟ الديسبليسمنت اخرها كده يعني، من دلوقتي حالا. لا ده خلاص ما فاتكش حاجة، فاتك قبل الديسبليسمنت البوزيكتور بس، وده قلنا هو عبارة عن الفيكتور اللي خارج من الأورجن للبارت. لا ما فاتكش حاجة ما دام بديت من أول الديسبليسمنت. نيجي يا جماعة للفيلوستي. كده احنا عرفنا البوزيشن فيكتور، عرفنا الديسبليسمنت، عرفنا الديستنس. البوزيشن فيكتور، بوزيشن او الفيلوستي فيكتور. الفيلوستي ده بيتحدد الدايركشن بتاع الموشن، الدايركشن بتاع الموشن. انت ماشي بفيلوستي بوزيتيف يبقى انت ماشي يمين، يمين الاورجن يعني. انت ماشي بفيلوستي نيجاتيف يبقى يسار. انت الفيلوستي بتاعتك بتساوي زيرو يبقى انت اتريست واقف. يبقى الفيلوستي ريبريزنتس ذا دايركشن اوف موشن. وقلت لك لو بوزيتيف تبقى الموشن رايت، لو نيجاتيف تبقى الموشن ليفت، لو زيرو تبقى اتريست. طب الفيلوستي بتساوي ايه؟ بنعرف حاجه اسمها الافريج فيلوستي. الافريج فيلوستي يعني الفيلوستي خلال انترفال معينه، خلال فتره زمنيه. هو حتى يقول لك كده لما يجي يطلبها منك، يقول لك ديترماين ذا افريج فيلوستي ان ذا انترفال من كذا لكذا. فالافريج فيلوستي هتساوي الدلتا اس اللي هي الديسبليسمنت على الدلتا تي اللي هو فرق الفتره اللي هي الزمن يعني، اللي هو تي 1 ماينس تي 2 ماينس تي 1، اللي هو واحد فيهم قيمه والتاني زيرو او قيمتين يعني زي ما يقول لك يعني. يبقى الافريج فيلوستي عباره عن دلتا اس على دلتا تي، ديسبليسمنت على التايم. الديسبليسمنت احنا قلنا ممكن تبقى بوزيتيف، ممكن تبقى نيجاتيف، ممكن تبقى زيرو. عشان كده قلنا ان الافريج فيلوستي ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف وممكن تبقى زيرو. معايا الشباب؟ ادي الافريج فيلوستي. الانستنتينيوس فيلوستي، ايه الفرق ما بين الافريج فيلوستي والانستنتينيوس فيلوستي؟ الافريج فيلوستي هي الفيلوستي خلال الانستنتينيوس فيلوستي اللي هي السرعه عند زمن محدد ايكوال 5. يبقى دي عايز السرعه عند زمن محدد. فدي في الحاله دي بتيجي ازاي؟ دي اس باي دي تي. يعني اذا هو بيديني الاس فانكشن في التي، افاضلها بالنسبه للتايم تي، دي الانستنتينيوس فيلوستي. طب العكس لو هو مديني الفي، هجيب منها الاس ازاي؟ الاس بتساوي انتجريشن في دي تي، دي من دي. يبقى اذا الدرس ده هنتعرض فيه شويه تفاضل وشويه انتجريشن. يعني احنا في اختيارنا حتى المسائل حاولنا نختار المسائل اللي فيها انتجريشن بسيط، عشان احنا مش عايزين ندخل في مشاكل انتجريشن، لان دي اصلا مش درس ماس يعني. معايا ازاي؟ فادي الفيلوستي دي اس باي دي تي. لو عملنا دي اس بتساوي في دي تي وعملنا انتجريشن، يبقى الاس بتساوي انتجريشن في دي تي. ده الانستنتينيوس فيلوستي. في حاجه اسمها السبيد. السبيد هو عباره عن ايه؟ عن الماجنتيود بتاع الفيلوستي. الماجنتيود بتاع الفيلوستي بنرمزه بالرمز في اس. اس بي دي السبيد. اصل الفي بس احنا تعودنا على ان الفي هي الفيلوستي. طب السبيد بقى، فباجي تحت الفي وبعمل لها كده سافكس كده صغير اس بي. السبيد بقى بتساوي ايه؟ التوتال ديستانس على التايم. يبقى اذا هو ممكن ما يطلبش مني التوتال ديستانس صراحه، بس يطلب مني السبيد. يبقى احسب التوتال ديستانس واقسمه على التايم. طبعا بما ان التوتال ديستانس دائما بوزيتيف، فتبقى السبيد دائما بوزيتيف. ليه؟ لان السبيد هي الماجنتيود بتاع الفيلوستي. السبيد هي الماجنتيود بتاع. معايا يا شباب؟
اه دكتور. طيب ماشي، لغاية دلوقتي الدرس ما فيهوش أي مشاكل صح؟ اه تمام يا دكتور. طيب نيجي في الفقرة الأخيرة بقى اللي هي إيه؟ الأكسلريشن. الأكسلريشن، الأكسلريشن دي ممكن تبقى هي فيكتور طبعا، فممكن تبقى بوزيتيف، ممكن تبقى نيجاتيف، وممكن تبقى زيرو. ليه بقى؟ لأن الأكسلريشن هي مسؤولة عن الفيلوستي، عن زيادة الفيلوستي. لو قال لي السرعة دي انكريز بمقدار كذا، بتزيد السرعة، بتزيد معناها ان الاكسلريشن في نفس الاتجاه بتاع السرعة، عشان كده بتزودها، بتزق البارتكل ده. الاكسلريشن والسرعة في اتجاه واحد عشان يزودوا حركة البارتكل. فلو قال لي ان السرعة دي انكريز، يبقى معناها ان الاكسلريشن بوزيتيف. طيب يعني معناها انها في نفس الاتجاه السرعة. طيب ماشي، عندك عربية ماشية كده وبتدوس فرامل عشان تقف، فالسرعة مالها؟ يعني معناها ان الاكسلريشن بالنيجاتيف في الحالة دي، يعني عكس السرعة في الحالة دي، بنسميها ديسيلريشن. ديسيلريشن يبقى ايه بقى؟ لو الفي انكريز في الحالة دي بتبقى اكسلريشن، بيبقى الفي والاي في نفس الدايركشن، ان ذا سيم دايركشن. لو الفي ديكريز بنسميها ديسيلريشن، معناها ان الاي ان ذا اوبوزيت دايركشن للفي. يعني لو ماشي جهة اليمين وبيهدي، يعني معناها ان الاكسلريشن بزيرو، يبقى الاكسلريشن جهة اليسار اهو. لو الاي بوزيتيف ات مينز ايه رايت، معناها انها جهة اليمين. لو النيجاتيف تبقى ليفت. طب لو زيرو، يبقى البارتكل بيتحرك بكونستانت فيلوسيتي. كونستانت فيلوسيتي، يبقى اذا الاكسلريشن ممكن تبقى بوزيتيف لو البارتكل بتحرك جهة اليمين، ممكن تبقى نيجاتيف لو البارتكل بتحرك جهة اليسار، وممكن تبقى زيرو لو الفيلوسيتي كونستانت. بس دكتور معلش ممكن سؤال؟ ايوه اتفضل. هو البوزيتيف ونيجاتيف دي مش شرط تكون رايت او ليفت، يعني بتعتمد على حسب الدايركشن اللي انا فرده في المسألة، صح ولا ايه؟ لا، ما انا ما اقصدش ان هو ليفت يعني مشي يعني يسار الاو، لا اقصد ان هو ليفت يعني عكس الحركه. يعني السرعه هي اتجاه الحركه، السرعه هي اتجاه الحركه، فمعنى انها نيجاتيف يعني هو عكس الحركه بس. لكن ما هنا ما قلتش ليفت، ما قلتش ليفت الاو ورايت الاو، لا ليفت الحركه ورايت الحركه، تمام. باعتبار ان انا هنا قلت الفي والاي ان ذا سيم دايركشن. لو بالنيجاتيف يبقى الفي والاي ان ذا اوبوزيت دايركشن، فيهم واحده فيهم بوزيتيف والتانيه هتبقى عكسها نيجاتيف. تمام، شكرا يا دكتور. معايا؟ ماشي. تمام. طيب يعني تعالوا بقى، احنا كده بنتكلم عن الاكسلريشن، امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف وامتى. يعني حتى هو لو في المساله وقال لي ايه السرعه انكريز، هعرف بكده ان في نفس الاتجاه بتاعها. لو قال لي ديكريز، يبقى انا لو مديني الاي وقال لي ديكريز، يبقى انا لازم احط مع الاي ماينس ديكريز. يبقى او لو قال لي كلمه ديسيليريشن، يبقى اكسلريشن يعني الاي بوزيتيف، ديسيليريشن يعني الاي نيجاتيف. الافريج اكسلريشن عباره عن ايه؟ اهو البارتكل عند البوزيشن بي كانت الفيلوستي بتاعته فيه، اتحرك البارتكل ووصل للبوزيشن بي داش، كانت سرعته في داش. الفي داش ماينس في بسميها دلتا في، لو قسمتها على التايم تبقى دي الاي افريج، يبقى دي الافريج اكسلريشن. يبقى الافريج اكسلريشن عباره عن دلتا في على التايم. خلاص، يبقى لما يطلب مني الافريج اكسلريشن عند تايم معين، معناها اجيب سرعته عند التايم الاول وسرعته عند التايم الثاني، واطرح السرعتين من بعض واقسمهم على دلتا تي عشان اجيب الافريج اكسلريشن. طبعا لو هو بتزيد، لو بتزيد يعني اهو، لو السرعه بتزيد، يعني معناها ان الايه معاهم في نفس الاتجاه.
الدكتور التالي الصوت تقريبا راح. بعد كده بنقول الصوت بيقطع. يعني تبديل وبيوقف بيوقف فبيهدي يعني معنى دكتور سمعتوني من اول فين؟ سمعتوني من اول فين؟ لو ال V داش اكبر من acceleration. طيب لو ال V داش اكبر من ال V يبقى الدلتا في دي هتبقى بوزيتيف وبالتالي الاكسلريشن بوزيتيف يبقى كده الاكسلريشن في نفس الاتجاه بتاع الفيلوسيتي. طب الفي داش والفي دول بحسبهم ازاي؟ بحسبهم بيكون مديني اس افضل اجيب الفي عند التايم بقى اللي هو محدده لي اجيب الفي عند البوزيشن الاول والفي عند البوزيشن الثاني اطرح الاثنين من بعض يبقى كده جبت دلتا في اقسمهم على دلتا تي يبقى كده جبت الافريج اكسلريشن دي في الى في دي. طيب البارتكل بدا من عند بي بسرعه في وبيهدي بيهدي علشان يركن فسرعته بتقل سلو بتقل ماشي بالراحه فتبقى الفي داش اقل من معناها ان دلتا في نيجاتيف معناها ان الاكسلريشن نيجاتيف ففي الحاله دي بتبقى عكس الحركه مش معناها ان هي يسار او كده هنا في المكان ده لا معناها انها عكس الحركه يعني الفيلوسيتي كده الاكسلريشن عكسها في الحاله دي بنقول ان اسمها ديسيليريشن معايا يا شباب ده بالنسبه للافريج اكسلريشن طب الانستانتونيوس اكسلريشن نفس التعريف بتاع الانستانتونيوس فيلوسيتي عايز الاكسلريشن عند تايم محدد فعند الايه بتساوي ليميت دلتا في على دلتا تي عندما دلتا تي تندس لزيرو اللي هو دي في باي دي تي الاكسلريشن بتساوي دي في باي دي تي طب هو اداني الاس وفاضل الاس مره اجيب منها الفي وارجع افاضلها مره تانيه اجيب منها الايه اللي هي يبقى التفاضل الثاني للاس بالنسبه للتايم دي 2 اس باي دي تي يبقى لو اداني الاس فانكشن في التي افاضلها مره اجيب منها الفيلوسيتي افاضلها مره تانية اجيب منها التايم طيب هنفترض ان هو اداني الفي او اداني الاي فانكشن في الاس عايزه اجيب صوره تانية غير دي للاكسلريشن يعني كده الصورتين الاثنين دول بستخدمهم امتى في حاله لما يديني الاس او الفي فانكشن في التي طب بفرض اداني اي واحده فيهم فانكشن في الاس اي واحده في الثلاثه دول الاي او الفي او ده الفانكشن في الحاله دي امسك الصوره دي اضرب في دي اس واقسم على دي اس معايا شباب شباب دكتور الصوت بيقطع جامد قوي الصوت بيقطع دكتور يعني انتوا كده سمعتوني لغايه ايه هو احنا بنسمع بس بيبقى فيه تقطيع يعني فتره مثلا ممكن اخر حته تاني اللي هي بتاعت كلهم بالاس ماشي بقول ايه لو اداني الاس فانكشن في التايم فبفضلها مره اجيب منها الفي بفضل الاس مره اجيب منها الفي وارجع افضل الفي اجيب منها الايه يعني بفضل الاس مرتين اجيب الفي والايه ده في حاله ايه في حاله ان هو يديني الاس فانكشن في التايم والفي كمان فانكشن في التايم خلاص فالناتج الايه الايه الناتج بتبقى فانكشن في طب ادانا اي حاجه الاي او الفي فانكشن في الاس فانا عايزه استنتج خلي بالكم من الصوره دي خلي بالكم من اللي انا هقولها دي مهمه عايزه استنتج صوره للاكسلريشن بدلاله الاس فانكشن في الاس فبعمل ايه بمسك الصوره الاصليه دي اللي هي الاي بتساوي دي في على دي تي واضرب في دي اس واقسم على دي اس كده غيرت حاجه لا لا طيب كويس يبقى دي في على دي تي ضربتها في دي اس على دي اس وعيد التوزيع عيد التوزيع بس مجرد انك هتعيد التوزيع خد دي اس على دي تي
طب احنا عرفنا قبل كده ان دي اس على دي تي يدي ايه؟ يدي الفي، يدي الفلوست الفي. يبقى الناتج هو عبارة عن بدل دي اس على دي تي احط بدلها الفي، ويفضل دي في على دي اس. يبقى دي صورة للاكسلريشن، ودي صورة مهمة جدا، صورة مهمة مش بس هنستخدمها في الدرس ده، لا ده احنا هنستخدمها في دروس تانية جاية. يبقى الاكسلريشن في دي في باي دي اس. امتى الجأ للصورة دي؟ لما يكون مديني الاكسلريشن او الفيلوستي فانكشن في الاس مش في التايم. في حد فاتح ميه؟ ايوه معايا. لما يكون يديني الاي او الفي فانكشن في الاس بستخدم الصوره دي. ليه بقى؟ لان الاي فاريبل متغير، والفي فاريبل متغير، والاس فاريبل متغير. ما ينفعش بقى احط التي كمان، ما ينفعش. فلازم يديني الاي او الاس فانكشن، الاي او الفي فانكشن في الاس عشان استخدم الصوره دي. اداهم لي فانكشن في التايم، خلاص يبقى الصوره دي ملهاش استخدام خالص، واستخدم الصورتين الاثنين اللي فوق دول اللي هو فانكشن في التايم. معايا يا شباب؟ لخصها لك بقى تاني اهوت، اللي هو امتى تبقى اكسلريشن وامتى تبقى ديسلريشن. يعني هو بيديني الفي فانكشن في الاس. اه بص، يعني انت ناقص لنا حته صغيره وهوريك المسائل بتيجي ازاي. ناقص لنا بس ان احنا نعرف ايه. طب يعني احنا كده الاكسلريشن اللي احنا بنتعامل معاها بتيجي بالتفاضل، بتيجي من تفاضل الفي. خلاص بيديني الاس، افاضلها اجيب الفي، افاضلها اجيب منها الايه. طب لو هو اداني الاكسلريشن كونستانت، لو هو في المساله اداني الاكسلريشن كونستانت، بستنتج ثلاث قوانين انتوا حافظينهم من ثانوي واستخدمتهم كتير جدا. ده بيستخدم في ايه؟ الاكسلريشن كونستانت بتقذف حاجه الى اعلى، فتبقى الاكسلريشن الوحيده عندي في الحاله دي هي الجرافيتي، والجرافيتي كونستانت. صح ولا ايه؟ صح يا شباب؟ تمام. وخدت الجزء ده كتير قوي وحلته عليه مسائل كتيره جدا 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 في الثانويه العامه. جت منين بقى الثلاث قوانين اللي انتوا حافظينهم؟ اهو انا عندي الاي ايكوال الاي سي ايكوال دي في باي دي تي. افصل وكامل، يبقى دي في بتساوي اي سي في دي تي. الفي بتتغير من في نود لفي، بنحط حدود التكامل، ابتدى منين وانتهى فين. خلاص، فالدي ال في بتتغير من في نود لتي لفي، التي بتتغير من زيرو لتي، وطبعا الاي سي كونستنت. تعالى اعمل انتجريشن، اعمل انتجريشن هنا. الدي في التكاملها في، في نود ماينس في، الاي سي تكامل دي تي بتي، يبقى الفي ايكوال في نود بلس اي سي في تي. مش المعادله دي انتوا حافظينها صح يا شباب؟ تمام يا دكتور. معلش بس ممكن سؤال؟ هو انا لازم اكون حافظ هما جابوا منين الموضوع انتجريشن ده، ولا مش ضروري؟ لا بص، انا هقول لك حاجه. زمان لما كانت يعني ورق كده ونحل فيه كل، على فكره الداينامكس فيها اثباتات كتير، كل الاثباتات اللي في الداينامكس دي كنا بنجيبها اسئله. خلاص، كانت بتبقى فقره من ضمن فقرات السؤال اثبت. خلاص، انما طبعا بما انه ام اس كيو يعني الموضوع كله عباره عن ارقام، فلا خلاص يبقى الاثباتات انت ما بقتش مطالب بيها، تفهمها بس. انا فاهمها، هي سهله، بس هي بس انا بسال يعني لو ايه، لو جاء يعني سال فيها او حاجه بس. لا 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 لا، مش هنسالك. خلاص بقى، المفروض بقيتوا حرفين في الام اس كيو. خلاص، بعد كده ده القانون الاول طبعا اللي انتوا حافظينه. بعد كده برجع تاني للقانون ده هو التاني، واشيل الفي واحط بدلها دي اس باي، وافصل وكامل. خلاص، فبيطلع لي الصوره دي، اس بتساوي اس نود بلس في نود تي بلس هاف اي سي في تي سكوير. طبعا هو لو بدا من الاورجن فبتبقى الاس نود بزيرو. خلاص، والاس تبقى بالشكل ده برضو اللي انتوا حافظينه.
القانون الثالث بقى، وهو ان الاكسلريشن بحطها في دي في باي دي اس، وافصل يبقى في دي في ايكوال اي سي دي اس وكامل الطرفين، فبوصل للقانون ده. الفي سكوير بتساوي في نود سكوير بلس 2 اي سي في اس ماينس اس نود. ده كل النظر اللي احنا محتاجينه في الدرس ده، كله معلوماته بسيطه جدا. يعني انت ان شاء الله بتذاكر الدرس ده وتحل عليه مسائل او تحل الامثال اللي احنا هنحلها تاني وكده، تقول انا الحمد لله داخل امتحان الميدترم ومعايا 5 درجات مفروض، لان هو ما فيهوش صعوبه. وعلى فكره امتحاناته اسئلته عاديه ما بتبقاش فيها برضو، يعني هي كلها بتبقى في حدود تعالى كده نشوف اول اكزامبل. اكزامبل 12-1 مديك كارت تتحرك اهيت افقي على خط مستقيم، المفروض ادي الاورجن وادي الافق اهو، بس هو الخط مش واضح. خلاص بيقول لي ايه بقى ديترماين، هو اداني ايه؟ اداني الفيلوسيتي بتاعت الكار كفانكشن في التايم، وبيقول لي عايز البوزيشن والاكسلريشن. عند تي بتساوي 3، اف تي بتساوي 0 واس بتساوي 0، دي بنسميها انيشال كونديشن اللي هي الشروط اللي بتلاقيها. لما الاقي دي اعرف ان المساله ضروري فيها التكامل. ليه بقى؟ لان هو بيديني حدود التكامل اهو، ده الحدود الابتدائيه اللي بنحطها تحت اللور ليميتس، واللي هو طالبه بتبقى اللي الحدود اللي في الابر ليميتس. عشان اجيب منها الاكسلريشن اعمل ايه؟ ديريفاتيف دي في باي دي تي، وعوض عن عن التي قصدي بال 3، يبقى كده جبت الايه. طب عشان اجيب البوزيشن اعمل ايه؟ انتجريشن بالظبط. الفي دي اس باي دي تي واعمل انتجريشن. معايا يا جماعه؟ ما تقولوش ده المثال سهل، هو الدرس كده، هو الدرس كده. ادي الفي اهو عملنا لها انتجريشن، جبنا منها الاس كفانكشن في التايم تي، عوضنا عن التي ب 3، فكده جبنا الاس. البوزيشن البوزيشن يعني هو البارتكل ده عندي 3 سكند كان فين؟ كان على بعد 36 من الاورجن. الاي دي في باي دي تي فضلنا الفيلوسيتي، جبنا اهي جبنا الاي وعوضنا عن التي ب 3. درس سهل، درس سهل جدا والله يعني اهو. وهتشوفوا دلوقتي هوريكم نموذج من مسائل الامتحانات اللي بتيجي. يا دكتور بعد اذنك. نعم. هو ليه حدود التكامل مش من 0 ل 3، من 0 ل 1 ليه؟ لا هي غلط. يا صح، كويس انك خدت بالك، هي كتبت غلط. هي المفروض من 0 لتي، يعني احنا عاده بنجيب العلاقه كفانكشن في اي تايم ونخلي التعويض في الاخر. ليه؟ لان ساعات بتبقى في خطوات مترتبه عليها، خلاص، فالمفروض تبقى مترتبه على الفانكشن، على المتغير، مش على القيمه العدديه اللي تطلع. فانا بجيبها من 0 لتي، يعني المفروض دي تي ومكتوبه تحت اهي من 0 لتي، فجبنا الاس كفانكشن في التي، وبعدين التعويض بقى في الاخر اهو تحت. كويس الحمد لله، يعني انا اهو معايا نص صحي. يبقى ايا كان العدد اللي حاضر، انا يهمني اللي حاضر يكون مركز معايا. معايا يا جماعه؟ المثال الثاني، المثال الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي في بروجكتايل كوره، في كوره في ايدك كده وانت واقف، انت واقف كده، قذفت الكوره دي في فلويد سائل، مش ميه، مش ميه، لان لو ميه ما تبقاش الاكسلريشن بالنيجاتيف كده، تبقى ديسلريشن كده نيجاتيف، يعني سائل تقيل، زيت، اي حاجه سائل تقيل، يعني سائل تقيل. فبيقول سمول بروجكتايل يعني كره صغيره كده، اسفايرد فيرتيكالي داون وورد، يعني انت ادي الاورجن اهي وقذفتها لتحت داون وورد اللي تحت. انتوا فلويد ميديوم، في فلويد قذفناها ويز ان انيشال فيلوستي اوف كذا، ده انا الانيشال فيلوستي السرعه اللي انت قذفت بيها الكره دي بدات بيها 60 ام بير سكند. نتيجة الريزيستنس بتاعت الفلويد، نتيجة ان الفلويد التقيل ده بيقاوم الحركة، ف
فتبقى ايه الديسيليريشن بتساوي ماينس 0.4 كيوبيك في وير في از ان ام بير سكند ديترماين ذا بروجكتايل فيلوستي اند افتر 2s بعد 3 بعد 4 سكند 4s 4 تاني يا جماعه بصوا كده الرسمه اهو من هنا ادي الاورجن اهوت واقفين في المكان ده وفي سائل كده في لوت سائل تقيل قذفنا الكوره نزلت خلاص نتيجه ان السائل بيعوق الحركه فدي في الحاله دي تبقى ديسيليريشن بيقل سرعته ديكريز سرعته بتنقص عشان كده الاكسلريشن هو سماها ديسيليريشن لو كان سماها ديسيليريشن وما حطش الماينس ده كنا برضو احنا هنحط الماينس لان الديسيليريشن معناها الاي بالماينس خلاص فالاي بتساوي الكلام ده اديني الاي فانكشن في ايه يا جماعه في في هو بيقول لي عايز ايه البارتكلز فيلوستي والبوزيشن عايز الفيلوستي وعايز البوزيشن اللي هو الاس الاي فانكشن في الفي اذا ممكن اقول ان الاي دي في باي دي تي عندي كم متغير عند الفي متغير والتي اتنين اتنين متغيرين في المعادله تتحل لكن ثلاثه لا يعني في المساله اللي زي دي رغم ان الاي فانكشن في الفي ما كنتش اقدر احط الاي في دي في باي دي اس ما كنتش اقدر ليه لان كان هيبقى عندي الفي متغير والاس متغير طيب بعدين لا كان ينفع كان ينفع بس مش هجيب التي صح كده بس هو مديني ايه كان ينفع بس هو انا قايل لي عايز الكلام ده كله عند دي بتساوي كذا انتوا عارفين لو كان انا عايز كل ده عند اس بتساوي كذا كنت هقول في دي في باي دي اس اجيب علاقه ما بين الفي والاس اعور بالاس اللي مديها لي اجيب الفي لكن هو هنا اداني تايم فلازم اجيب علاقه ما بين الفي والتي اعور بالتي اللي مديها لي اجيب منها الفي فاذا لازم استخدم دي في باي دي تي خلاص نعمل سيبريشن للفيريابلز يبقى دي في على كل ده لان كل ده فانكشن في الفي باستثناء الجزء السالب ده اللي هو ماينس 0.4 كان ممكن اسيبه مع دي تي كان ممكن اسيبه ده ثابت تسيبه مكانه او تقسم عليه مش فارقه خلاص حدود الفي من 60 اللي هي الانيشال فيلوستي اللي هو السرعه اللي بدات بيها الى الفي اللي هو عاوزها اي في بعد عند اي تايم التايم من زيرو الى اي تايم هجيب الاول علاقه ما بين الفي والتي اروح جاي معوضه فيها عن التي بفور اجيب الفي انتجريشن دي في على في تكعيب بكام يا جماعه حد يقدر يقول لي انتجريشن دي في على في تكعيب نيجاتيف 1 على في سكوير نيجاتيف 1 على في ولا نيجاتيف هاف على في سكوير نيجاتيف هاف على في سكوير صح صح نيجاتيف هاف على في سكوير صح كده خلاص يبقى اهو ادي الثابت اللي موجود عندي اصلا في المساله ماينس 1 على 0.4 في ما في اهو الهاف اهوت 1 على في سكوير ومن 60 لفي ايكوال تي ماينس 0 خلاص عوضت بحدود التكامل اللي في طبعا ده مع ده يبقى 1 على 0.8 ماينس مع الماينس عوضت بالحد اللي فوق اللي هو 1 على في سكوير ماينس الحد اللي تحت اللي هو 1 على 60 سكوير ايكوالتي مع شويه اختصارات كده يعني ضربت في 0.8 التي هنا وبعدين نقلت 1 على 60 سكوير وبعدين جبت خدت جذر الطرفين فالفي طلعت بالشكل اللي قدامي ده ادي الفي ادي الفي عوض فيها عن التي ب 4 سكند طلعت الفي بالشكل ده شايفين السائل تقيل ازاي شايفين الفي بدات من 60 وصلت لايه بتقل جامد معايا يا شباب تمام ادي الفي المطلوب الثاني بيقول لي البوزيشن البوزيشن قدامك كتبت لك طريقتين لايجاد البوزيشن اما انك تمسك الفي دي
وتحطها دي اس باي دي تي. وتفصل البراكت ده في دي تي. يبقى الفي دي اس دي. يبقى دي اس بتساوي كل ده في انتجريشن على دي اس باس. هنا البراكت ده حد يقدر يقول لي الانتجريشن بتاعه كم؟ البراكت ده 1 على 60 سكوير بلس 0.8 في تي كل البراكت ده ماينس هاف. حد يقدر يقول لي الانتجريشن بتاعه كم؟ 2 في الاس اخليه بوزيتيف. 2 في الاس ده اخليه بوزيتيف. 2 في الكوز ده كله هزود الباور 1 واضرب في 2. هنزود الباور 1 ونقسم على الجديد. اوكي ادي اول خطوه. بس انا امتى بعمل الكلام ده؟ ونقسم على 0.8 بالظبط. برافو عليكم برافو عليكم كويس جدا. انا امتى بعمل الكلام ده؟ امتى؟ لما بيبقى عندي براكت بزود الباور 1 وبقسم على الاس الجديد. لما بيكون في عندي بره الديريفاتيف بتاع اللي جوه البراكت. تكون في عندي بره ديريفاتيف بتاع جوه البراكت. فانا عندي هنا ايه؟ طبعا 1 وانا على 60 دي ناقصه ايه عشان يبقى اللي بره ديريفاتيف اللي جوه؟ ان انا اقسم اضرب في 0.8. لو ضربت في 0.8 وقسمت عليها كده بقى اللي بره هو اللي جوه. الحالي بزك ده 1 بقت هاف واقسم على الهاف تبقى 2 على من 0 ل تي عوض عن التي ب 4. خلاص كده جبت الاس اهو. عوض عن التي 4 كده جبت الاس. دي طريقه اللي التكامل ده ما اسعفوش او ما عرفوش. ولو ان انا عارفه ان التكامل سهل وانتم متدربين عليه. ارجع للصوره الاصليه بتاعت الاكسلريشن. دي طريقه ثانيه. ارجع للصوره الاصليه بتاعت الاكسلريشن دي وحط الاكسلريشن في دي في باي دي اس. يبقى في دي في مقسومه على 0.4 في تكعيب ايكوال دي اس وانتجريشن. طب حدود الفي بقى ايه؟ بدات من 60 وصلت لغايه كام؟ القيمه اللي انت طلعتها في المطلوب الاول. وفي الحاله دي الاس من 0 الاس. بقى التكامل دي في على في تربيع ماينس 1 على في بقت سهله. ايه ده؟ فين؟ اهو. تكامل دي في على في سكوير ماينس 1 على في. الماينس مع الماينس اللي بره اهو. خلاص؟ يبقى دي صوره، ده شكل وده شكل تاني لايجاد ايه؟ البوزيشن. لايجاد البوزيشن. اما الاول لايجاد الفلوستي مفيش غيره. لإيجاد الفلوستي مفيش غيره. بعد كده بما انك جبت الفلوستي فبقى عندك الليمتس بتاعت الفلوستي. بدأت بستين وانتهت عند القيمة اللي انت طلعتها. خلاص؟ ففي الحالة دي خلتني بقت ممكن استخدم ده. في دي في باي دي اس. او حدود الفلوستي. بدأت بستين وانتهت بالقيمة اللي انت طلعتها. التكامل ده اسهل من ده. اسهل من ده. وبعدين هتقول ايه ده مترتب على النتيجه اللي طلعتها في الاول؟ طب ما هو اصلا التكامل ده برضو ما هو مترتب على انك جبت الفي في الاول برضو. بس فانكشن بس قبل التعويض بتي. بس ادي كل الحكايه معايا يا جماعه. او قدامك طريقتين. الانتجريشن ده يا جماعه مستو وانتوا اكيد اتدربتوا عليه. الانتجريشن مستو ان ممكن الانتجريشن يتحل بطرق كتير. ده حتى بقيه الانتجريشن بقى لما تبدا سبستيشن تعمل بالتعويض وبارتس والحاجات دي. الانتجريشن مستو ان كل واحد ممكن يفكر في طريقه. معايا شباب؟ اتفهمت المساله دي؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. ادي مساله ثانيه. دي اللي اكتب عليها كده بروبلم ما هياش مثال. بتبقى مساله جت في الامتحان اهو. اداني الاي فانكشن في التي وبيقول لي عند تي ايكوال 0 البارتكل ستارتس ات اكس بتساوي ايكوال 8. يبقى على بعد 8 من الاورجن البارتكل ابتدى الحركه وفي بتساوي 0. كان في يعني في البدايه تي ب 0 وفي ب 0. ديترماين ات تي ايكوال 5 كل الحاجات اللي انت خدتها. انا بس بديك شكل المساله. كل الحاجات اللي انت خدتها يعني الديستانس. يعني هو بدا من تي ب 0 وصل لتي 5. ممكن تعرف الديسبليسمنت في الوقت ده.
ممكن تعرف اللي تحسب الديستانس، ممكن افريج فيلوسيتي، افريج اكسلريشن، زي ما انت عاوز كل حاجه. المهم ادي راس المساله، اداني الاي فانكشن في التايم، الاي فانكشن في التايم، وعايز عند تي ايكوال 5، وحطيت لك نقط على اساس ايه اشتغل على كل اللي جبته. اولا الاي ايكوال 5، الاي فانكشن في التي، يبقى الاي دي في باي دي تي، نعمل انتجريشن وجبنا الفي، شلنا الفي بعد كده وحطيناها دي اكس باي دي تي، الاكس بتتغير من اي لاكس ومن زيرو لتي، نعمل انتجريشن وجبنا الاكس اهي، وهكذا اي مساله. انا بعرفك بس شكل المسائل بيبقى ازاي معايا. يبقى اذا ممكن يديني الاكسلريشن فانكشن في الاي، خلاص. طيب مساله تانية برضو، دي مساله مش في مش في الكتاب، بروبلم الاي ايكوال 4 اس بارت، اهو ادي البدايه، ادي الاورجن، ادي الاورجن اهي، بتتحرك لاسفل، اتحرك من على بعد اس بتساوي 0.8 من الاورجن وبسرعه زيرو، خلاص. واداني الاكسلريشن بتساوي 4S، الاكسلريشن بتساوي 4S، وعايز ايه؟ عايز تحسب الفيلوسيتي عند ما وصل تحت. تحت كانت ايه؟ يعني دي تعتبر مسألة زي اللي فاتت، هو نازل برضو بس ما بدأ من هنا، وعايز الفيلوسيتي عند ما وصل تحت. تحت يبقى كانت المسافة قد ايه؟ 0.2. خلي بالك المسافات دي مقاسة منين؟ من الأورجن، يعني 0.1 من الأورجن، 0.2 من الأورجن، كل الاس اللي بنديها لنا هي مقاسة من الأورجن اهو. اداني الاي فانكشن في الاس، ايا كان هو طالب ايه، اداني الاي فانكشن في الاس، خلاص انا ما قداميش اختيار. لما يديني الاي فانكشن في الاس يبقى كده انا ما قداميش اختيار، على طول اخد الصورة بتاعت الاي. بس ما ينفعش اقول دي في باي دي تي، ما ينفعش دي في باي دي تي، ازاي؟ هيبقى عندي الاس متغير، دي متغير والتي متغير، انما في دي في باي دي اس يبقى عندي الفي متغير والاس متغير، وهي الاي فانكشن في الاس، خلاص. يبقى دي مفيش فيها كلام، يعني لما يديني الاي فانكشن في التي مفيش فيها كلام غير ان اقول دي في باي دي تي واكمل كله بالتي. لو وداني الاي فانكشن في الفي زي المساله اللي فاتت دي، يبقى يا اما اقول دي في باي دي تي او في دي في باي دي اس، الحالتين بستخدمهم. احدد على اساس ايه المساله اللي فاتت؟ احدد على اساس هو مديني تايم في الاخر ولا مديني اس زي المساله اللي فاتت. النبدا اختيار في دي، يبقى في دي في باي دي اس ايكوال، اهو بفصل متغيرات في دي في من 0 لفي ايكوال انتجريشن 4 اس دي اس، ومن 0.1 اللي هي البدايه الى اس. كملنا في دي في بهاف في سكوير، واس دي اس بهاف اس سكوير، ومن 0.1 لاس. ايوه هي اس دي مش 0.2، 0.2 في النهاية، يعني هو عايز الفي عند اس بتساوي 0.2، لكن احنا حدود التكامل بنحطها من البداية للنهاية. ايوه يعني هو التكامل بتاعنا الانيشال ب 0.1 والفاينل ب 0.2، يعني نحطهم على طول من غير بقى ايه. اه ماشي، مش انا قلت لكم الاول بنطلعها بدلالة متغير عشان الخطوات اللي مترتبة عليها، خلاص. فانا طلعتها الاول علاقه ما بين الفي والاس، رحت جاي معوض عن الاس ب 0.2 طلعت الفي، انما انا اللي هشتغله بعد كده هيبقى على اساس ايه؟ على اساس دي المتغيره فانكشن. فلازم الاول يا جماعه واحنا بنكامل طلع لي الاول صوره عامه بدلاله المتغير، بعد كده عوض عشان تخلص من الخطوه دي، لكن الصوره العامه دي انت هتستخدمها في مسألة. صوتكم بيقطع. ها؟ أنا والله العظيم أنا ما عارفة، مش عارفة والله حكايتي.
النت كده مش عارف. طب معلش سؤال تاني يا دكتور. معلش دكتور، ايه سؤال تاني؟ ايه سؤال تاني؟ ايوه هي مش الايه هنا تقاس بالجرافيتي؟ ايوه اتفضل. يعني يا الايه دي مش هي الجي في حته في اللحظه دي تقاس بايه؟ ده لا ده لا 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 ده لما يكون في لما يكون في الهواء مفيش، انما ده فلويد زي المساله اللي فاتت. طب ما هوش كان نازل في فلويد فبيبقى في مقاومه الفلويد ده تعوق الحركه. انما امتى الجرافيتي؟ ده لما يكون في الهواء كده، انت في واقف في البلكونه كده ورميت كوره. ماشي معلش كلمه ما فيش مشكله. المهم يعني ابتدينا من اول المساله دي الايه بتساوي 4S. دكتور حطينا نعم انا مش حضرتك قلتي لو كانت ديسيليشن موشن وما حطش اشاره سالبه احنا بنحط، مش ديت برضو تعتبر ديسيليشن موشن؟ مش احنا ما قاليش كده في راس المساله. وبعدين هو بص يا جماعه انا مدياكم المساله دي مش عشان نحط سالب ولا ما نحطش، هو مش عارفه هو كان قايل ايه في راس المساله يعني، انما عشان بس اعرفك ان ممكن يديك الاكسلريشن فانكشن في التي اللي هي المساله اللي فاتت، وممكن يديها لك فانكشن في الفي اللي هو المثال بتاع الكتاب، وممكن يديها لك فانكشن في الاس. انا بس مديها لك عشان اعرفك الحكايه دي، ان الاكسلريشن ممكن تبقى فانكشن في الاس وفي الفي وفي التي. خلاص في الفي وفي التي تقدر تحط الاي بدي في باي دي تي، انما في الاس لازم احط الاي بفي دي في باي دي اس. ده الغرض من المساله دي. وفي غرض تاني هقوله دلوقتي اهو. اولا الفي دي لما كملنا طلعنا الفي بالشكل ده، عوضنا عن الفي ب 0.2 فطلعنا القيمه العدديه للفي. خلاص خلاص يا شباب. طيب بعد كده هو لو هو طالب البوزيشن شلنا الفي، لا هو مش طالب البوزيشن، هو طالب التايم عند ما وصل 0.2. التايم عند ما وصل 0.2 يعني نزل وصل لغايه تحت الاس كانت 0.2، عايز الوقت اللي خده في قطع المسافه دي. فبمسك الفي وعوض عنها بدي اس باي دي تي وكامل دي اس، افصل المتغيرات على كل القوس ده بيساوي 2 في الدي تي. لو انا عرفت اعمل التكامل ده هعوض عن الاس ب 0.2 جبت التايم. طب هل التكامل ده بالنسبه لكم معروف؟ التكامل ده يا شباب بالنسبه لكم معروف؟ ده باي بارتس صح؟ مش باي بارتس. لا تروجماتكس تروجماتك حاجه كده. ايوه ده صوره الشاين ماينس 1، يا تحطها بالشاين ماينس 1 يا تحطها باللين. باللين خلاص، ما هي اللين ما هو الشاين ماينس 1 ليه صوره باللين. خلاص عشان كده يا جماعه المساله اللي هي الاي فانكشن في الاس ما بنلجاش ليها كتير، يعني لو جت تبقى جزئيه صغيره كده ما تبقاش هي المساله كلها. ليه بقى؟ لان احنا زي ما قلت لكم ما احنا مش عايزين نتعرض لتكامل في مشاكل. خلاص فده معناه ان انا هوصل لغايه الفي وقف، مش هطلب منك التايم. ده معناها كده خلاص خلاص. فعشان كده النوع ده اللي هو الاي فانكشن في الاس ما يجيش كتير، ولو جيت تبقى فقره واحده بس ما تبقاش هي السؤال اللي على الدرس كله، تبقى فقره واحده بس كده تنتهي. خلاص لاننا هنطلب الفي بس، يبقى معناها ان انا بختبرك في حاجه واحده بس، ان لما تبقى الاي فانكشن في الاس هتعوض عنها بفي دي في باي دي اس وتفصل وتكامل، جبت الفي عوضت عن الاس ب 0.2 جبت الفي بس. فدي تبقى فقره، لان اللي بعد كده ممكن يبقى في ناس عارفاه وممكن تبقى في ناس مش عارفاه. ده اللي هو التايم. خلاص طيب خلاص المساله دي. اللي عارف التكامل ده يكملها ويحط الاس ب 0.2 يجيب التايم، واللي مش عارف خلاص يقف عند كده. دكتور اه
يعني في المسألة دي ممكن يسألني على الفورم يعني من غير ما يطلب مني أعمل تكامل؟ لا، هيسألك على الفي بس ويقف، هيطلب الفي بس اللي هو الجزء الأولاني لغاية لما جبت قيمة الفي، مش هيطلب التايم. يعني مش هيطلب منك الجزء ده التايم. ما كده بقول لك، عشان كده ما تلجأش للجزء ده كتير. معايا شباب؟ تمام. مثال سهل قوي اهو قدامنا، اللي هو ايه؟ كونستانت اكسلريشن. انا عارفه ان انتوا حليتوا كتير من الامثله دي اهو. اهو في شخص معين واقف هنا عند نقطه ايه، اهو قذف كره الى اعلى. يعني انت واقف كده في البلكونه، البلكونه بتاعتك على ارتفاع 40 متر من الارض، خلاص قذف كره الى اعلى بسرعه 75 ام بير سكند، وصلت لغايه اقصى ارتفاع ورجعت تاني خبطت الارض. اظن النوع ده، ويطلب بقى الماكسيمم هايت، ويطلب السرعه اللي خبط بها الارض. اظن النوع ده انتوا شبعتوا منه مسائل، ده انتوا ممكن تحلوا مسائل فيه احسن مني، صح؟ اه بس يعني بننساه برضه عشان قديمه. ده برضو النوع ده لو لجأنا له بتبقى برضو بنسبة فقرة واحدة وتنتهي. اطلب مثلا منك سرعته لما يرجع، اطلب الماكسيمم هايت بس، مش اكتر من كده. معايا؟ ما بيبقاش برضو هو الدرس كله. انا هعرفك دلوقتي، هوريك دلوقتي ايه المسألة اللي بتطلب الدرس كله، خلاص؟ فهنا هو ايه، هو ابتدى من عندي ايه، وصل لغاية بي اللي هي الماكسيمم هايت. السرعة طبعا عند البي بتساوي زيرو، فعايز يجيب المسافة كده من بي لغاية الايه الماكسيمم، من بي لغاية لما وصل تحت الماكسيمم هايت. فاستخدمنا القانون ده، علاقة ما بين السرعات ومسافة. اه في عند بي سكوير بتساوي في اي سكوير بلس 2 اي سي، والاي سي هي الجرافيتي في اس بي. الاس اي 40 والاس بي هي اللي احنا عايزينها، والفي اي معلومه والفي بي معلومه بزيرو. جبنا الاس بي اللي هو الماكسيمم هايت، اللي هو المسافه من اول بي لغايه لما خبط الارض، مش لغايه لما رجع لك البلكونه، لا لغايه لما نزل الارض. بعد كده عشان نجيب السرعه اللي خبط بيها الارض، فايه؟ قانون، نفس القانون تاني طبقناه بقى، خلاص بقى احنا عرفنا الاس بي. طبق القانون تاني ما بين البي، عند بي معلومه زيرو، السرعه عند سي هي اللي احنا عايزينها بلس 2 الاي ماينس كذا، اس عند سي بزيرو لان احنا خدنا سي اللي هو الارض خدناها بالاورجن، يبقى اس عند سي بزيرو ماينس اس عند بي كل الماكسيمم هايت اللي انت طلعت له. طيب مش عايز تعتمد على الخطوه على الماكسيمم هايت اللي انت جبته، يمكن يكون غلط، فتعالى طبق القانون ده، نفس القانون ده ما بين الاي والسي، باعتبار ان انت عارف السرعه عند ايه وعارف المسافه من الاي للسي اللي هي ال40، فتطبق نفس القانون ده ما بين الاي والسي. ده لو مش عايز تعتمد على نقطه الماكسيمم هايت اللي انت جبتها فوق، فيبقى عندك اهو في سي سكوير ايكوال في اي سكوير بلس 2 اي سي اس سي ماينس اس اي. اس سي ده زيرو لان هي الجراوند هي الاورجن، اس اي ال40 اللي هو مديها لي. بحسب ده طلع ب 80 في المرتين. طبعا اي لازم يبقى زي بعض بالنيجاتيف. ليه؟ لانه احنا خدناها دي بالنسبه لمسائل الكونستانت اكسلريشن. ده زي ما بقول لك كده، لو لجأنا لها برضو بتبقى تركه صغيره جدا. معايا يا جماعه؟ اي سؤال في المساله دي؟ لا تمام. عالم مش عارف ايه؟ تمام. تعالوا بقى ناخد المساله اللي بيطلب فيها التوتال ديستانس. قلت لكم هي دي حته احنا عليها سؤال الدرس ده. ليه؟ لان في ناس بتغلط فيها، وطبعا ايه؟ ففيها فكره، فاحنا عايزين نشوف اللي ذاكر وفهمها من اللي ما ذاكرش. فهي دايما اللي ثابته في كل التوتال ديستانس. يعني المثال اللي قدامنا ده تقريبا هو ده شكل مسائل الامتحان. يعني بصوا حتى هنحله،
بس تعالوا شوفوا لو نزلت الورقة اللي تحتيه السؤال ده هو ده السؤال اللي جه في امتحان الداينامكس الترم اللي فات ده الترم اللي خلص ده بتبقى فيه ناس واخده داينامكس خلاص فده كان في الترم بتاعه ادي السؤال زي ما هو مكتوب زي ما هو مكتوب خلاص هطالب كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها خلاص تعالوا نشوف المثال وبعدين ننزل للمسألة لا المثال بيقول البارتكل موفز الونج هوريزونتال باس بارتكل بتحرك في خط مستقيم بالسرعه 3 تي سكوير ماينس 6 تي ادي سرعه وير تي از ذا تايم ان سكند اتس انيشيالي لوكيتد ات ذا اوريجين مبدئيا كده البارتكل موجود عند الاوريجين يعني هيبدا الحركه من الاوريجين من هنا بص حتى للرسمه اللي انا رسمها هيبدا الحركه من هنا من الاوريجين بقى determine the distance traveled in 3.5 seconds. عايز المسافة اللي قطعها البارتكل في 3 ثواني ونص. And the particle's average velocity and the average speed during this interval. مطلوب التوتال ديستانس والافريج فيلوسيتي والافريج سبيد. كل ده هي دي المسألة. معايا؟ تعالى بقى نشوف. هو مديني ايه الفيلوسيتي والبارتكل بدأ الحركة من الأورجين. طيب البارتكل بدأ من الأورجين خلاص. تعالى لو أنت جبت الإس الفي دي إس باي دي تي فصلنا وكملنا فصلنا المتغيرات وكملنا من زيرو الإس ومن زيرو التي زيرو وزيرو دي اللي هي البداية التايم دايما بدايته زيرو والإس هو قال لي بدأ من الأورجين لو كان قال لي بدأ من على بعد معين من الأورجين كانت بدل الزيرو دي هتبقى قيمة أدي الإس طلعت بالشكل ده انا عايز اعرف هو بدا من الاورجن مش شمال ولا مش يمين عايز نعرف فاروح جايبه الفي اهو فضلت الاس وجبت منها الفي خدت مشترك 3 دي في تي ماينس 2 سويت الفي بالزيرو يبقى يطلع لي تي بزيرو ده البدايه تي بزيرو دي البدايه ده مش جواب وتي بتساوي 2 خلاص جبت الاس عند تي بتساوي 0 عند تي بتساوي 0 الاس بكام بزيرو هو قال لي بدا من الاورجن طب عند تي بتساوي 2 الاس بكام عوضنا هي ماينس 3 في 4 ب 12 يبقى ماينس 4 اوكي يا شباب لغايه كده في مشاكل هو ليه عوضت ب 2 جبنا الفي ثاني جبنا الفي ليه ما هي موجوده فوق ما احنا ما جبناهاش ايه انا خدتها ال v equal 3 t square minus 6 t ده اصلا الاس انا جبتها من ال v الاس أيوة. انا كملت ال v جبت الاس ال v بقى دي سويتها بالزيرو عشان اجيب التايم ال v اللي هو مديها لي اهي سويناها بالزيرو عشان اجيب منها التايم فطلعت لكم تل التايم تي بتساوي 0 وتي بتساوي 2 تي بتساوي 0 ده البدايه يبقى دي مش قيمه تي بتساوي 2 معناه ايه اجيب اس عند تي بتساوي 0 طلعت هي الاس نود اللي هي 0 اجيب اس عند تي بتساوي عباره الاس دي واعمل فيها سبستيتيوشن طلعت لي الاس بتساوي ماينس 4 معناه ايه الماينس دي بينت لي ان البارتكل بدا من الاورجن ومشي جهه اليسار البارتكل بدا من الاورجن ومشي جهه اليسار لغايه لما مش 2 ثانيه لغايه لما قطع مسافه 4 جهه اليسار وسرعته بتساوي زيرو يعني هيرجع تاني يرجع قد ايه حسب اللي هو مديهولي هو قال لي عايز الديستانس في مسافه كام عند قال لي عايز عند تايم يبقى بنجيب الاس ريكوايرد الاس عند التايم ايكوال 3.5 مسكت الاس وعوضت فيها ب 3.5 طلعت لي دي يبقى التوتال ديستانس احسبها ازاي بقى يا شباب خلي بالكم التوتال ديستانس عباره عن ايه S1 minus S نود ده أول حد الحد الثاني SR minus S1 مفيش زمن تاني عشان كده قلت لكم إيه لما يكون مفيش تايم تاني القوس اللي في النص ده مش موجود خلاص تعالوا نعوض في القانون ال S1 ب minus 4 minus ال S نود ب 0 براكت عليه مودلس
ال اس ار 6.125 ماينس، ما يمنعش ان انا احط ماينس مع الاس 1، هي اصلا طالعه بماينس عشان في النهايه هيبقى ماينس في ماينس ببلس، تجمع الفور على السكس على الفور دي، فادي ده التوتال ديستانس. عايز تشوفها على الرسمه معايا يا شباب؟ واصلكوا صوتي كويس في جزئيه التوتال ديستانس؟ اه يا دكتور. طيب تعالى كده نشوفها على الرسمه. بدأ من الأورجن ومشي 2 سكند، كانت الاس بتساوي ماينس 4 يعني قطع مسافه 4 كده. هو عايز عند اس بتساوي 3.5 اللي هي ايه؟ عند الاس بتساوي 3.5، عند قصدي التايم بتساوي 3.5 كانت الاس بتساوي 6. الاس دي مقاسه منين؟ من الأورجن. يبقى هو بدأ من الأورجن جهه اليسار مشي 4، رجع تاني لغايه 6.125. فمشي 4 ورجع 4، والاس الاخيره دي هي المسافه من الاورجن لغايه البارتكل، يبقى 4 بلس 4 بلس 6 تديني دي. عرفتها من الرسمه؟ اوكي. ما عرفتهاش من الرسمه هتعرفها من القوانين دي. اس 1 ماينس اس بلس، لو في اس 2 يبقى اس 2 ماينس اس 1 بلس اس ار ماينس اس 2. معايا يا جماعه؟ زي ما بقول لكم حلوا المساله رقم 12 10 10 في شيت المسائل اللي المعيد هينزله لكم. على لو اتاخروا المعيدين على بال ما ينزله لكم، نزلوا الكتاب على ما هو اللينك بتاع الكتاب عندكم اكيد، او هينزلوه او بعتوه. الكتاب موجود فري على النت، مجرد ما هتكتب في السيرش اسم الكتاب هيطلع لك. شوفي البروبلمز وحل رقم 10 12 10، ده هيديك قيمتين للزمن مفيش فيهم التيب زيرو. معايا الشباب؟ فدي هيبقى فيه هنا، هيبقى فيه هنا في النص كده قبل الريكواير بوست تاني هنا، خلاص. طيب يبقى كده حسبنا التوتال ديستانس. هو اول مطلوب مني التوتال ديستانس، هو طالب اول حاجه ايه؟ طالب الديستانس، جبناه. بعد كده ايه؟ افريج فيلوسيتي. طب ما الافريج فيلوسيتي عباره عن الديسبليسمنت على التايم، هو ما تعرفش الديسبليسمنت، بس انا عشان اجيب الافريج فيلوسيتي لازم اجيب الديسبليسمنت. الديسبليسمنت عباره عن ايه؟ الفاينل بوزيشن ماينس الانيشال بوزيشن. الديسبليسمنت الفاينل بوزيشن اللي هو الاس عند الار ريكوايرد، عند التايم ريكوايرد، ماينس الاس نود اللي هي 6.125 ماينس الاس نود بزيرو. ادي الديسبليسمنت. قسمنا الديسبليسمنت على التايم اللي هو 3.5 ماينس زيرو، خلاص اداني الافريج فيلوسيتي، خلاص. بعد كده طالب مني الافريج سبيد. الافريج سبيد بتساوي التوتال على التايم، والتوتال ديستانس هو طالبها مني قبل. يبقى الافريج سبيد عباره عن الاس تي على التايم، التوتال ديستانس على التايم، اهي طلع. بصوا يا جماعه الافريج سبيد مختلف عن الافريج فيلوسيتي، هتلاقي في الام اس كيو يلخبطك ويديك القيم اللي موجوده هنا موجوده هنا برضو، عشان في حد يروح جاي قال ايه الافريج فيلوسيتي هي الافريج سبيد، لا يبقى انت ما حضرتش المحاضره ولا ذاكرت. معايا؟ دكتور انا عندي سؤال. هو ليه لما قلنا ان الفيب زيرو اعتبرنا عند الفيب زيرو ان هو غير اتجاهه، ما يمكن يكون وقف شويه وبعد كده كمل تاني في نفس الاتجاه؟ طب يبين لك بقى الاس اللي بعديها، يبين لك الاس اللي هو عند التايم ريكوايرد طلعت بوزيتيف معناها غير اتجاهه. ما هو الكلام ده لو كان مطلوب منك عند تي بتساوي 2 بس كان خلاص هو مش الاربعه. لو الزمن اللي هو اداهولك ده طلع نيجاتيف يبقى خلاص هو يعني وقف ريح شويه زي ما انت بتقول وكمل في نفس الاتجاه، لكن هو غالبا بيقف عشان يغير اتجاهه. تمام ماشي. فالمهم بيبين لك الاس اللي بعديها، لو طلعت بوزيتيف يبقى غير اتجاهه، طلعت نيجاتيف يبقى هو كمل في نفس الاتجاه. دكتور تعالوا بقى نشوف المسألة اللي جت في الامتحان. يعني بص انا بجيب لكم مسائل الامتحانات مش هقول لكم دي جاية في الامتحان،
لا انا بعودكم على شكل الامتحان وبعرفك ايه اللي ممكن يجي. ما هو ده اللي انا كنت ماشيه معاه فيكم في الترم الاول. على فكره كون جت مسائل منه في الامتحان ده مش انا اللي قصدها. احنا خمسه بنحط الامتحان خمسه خلاص. انا حتى مساله السنترويد لما جابوها مش انا اللي جايباها والله. مساله السنترويد دي اللي هي اللي كانت مظلله دي اللي طالب فيها اللي فيها بين وفيها رولر انا لما جابها اللي جابها الدكتور حسين. انا قلت لهم انا حلاها في المحاضره عشان ما حدش في النهايه يقول. قلت لهم انا حلاها في المحاضره فما حدش يقول الدكتور امال بتدي المحاضره بتدي الامتحان. لا في طلبه كده مجانين. لا قلت لهم قلت لبقيه زمايلي المساله دي لو عايزين تغيروها غيروها لان انا حلها بالنص بارقامها في المحاضره. قالوا لا مش مشكله ما احنا قلنا نفس الفكره. خلاص براحتكم انا بس ببرأ نفسي خلاص يا شباب. فانا انا انا ببقى بس ببقى قصده ان انا احطك في شكل الامتحان واقول لك ايه الافكار اللي ممكن تيجي في الامتحان بس. فدي كانت المساله اللي جت في الترم الاول. ايوه اللي عايز يسال مين قول. ايوه شباب هي اس ار برضو في المساله اللي فوق بنحسبها من اوريجين. كل يعني اول ما بدات الدرس قلت لك خلي بالك الاس كلمه اس دي مقاسه من الاورجن مش شمال مش يمين. هي الاس مقاسه من الاورجن فمعنى ان انت جبت الاس عند الار وطلعت 6.12 مش عارف ايه دي من الاورجن. يعني معناه هو مش 4 شمال ورجعهم ومن الاورجن كمل ومشي 6. فعشان كده بنجمع الثلاث مسافات دول على بعض مش مقاس. ما دي الغلط. ما عشان كده بقول لك ايه احنا بنلعب على حته التوتال ديستنس لان في بعض الناس بيعتبروا ايه من اول ما رجع هي دي 6 وجمعين عليها 4 وخلاص. وهتلاقي من ضمن الاختيارات اجابه بالمنظر ده. لا اس مقاسه من الاورجن اس مقاسه من الاورجن يعني الاربعه اللي يرجعهم وبعد كده من الاورجن كمل 6 في الاتجاه الموجب. خلي بالكم يا جماعه من الحته دي معايا. تعالوا بقى نشوف المساله دي. ادي المساله اهي اكس بتساوي الكلام ده خلاص. A particle moves in a straight line such that the position is given كذا خلاص. فأول سؤال بيقول إيه؟ The time of zero velocity. ها؟ نعمل إيه؟ دريفت بعد كده نجيب الـ t نساوي بزيرو بالظبط كده. نعمل ديريفاتيف للإكس نجيب منها الـ v نساويها بالزيرو. أول مطلوب. أنا حليت كاتبة لكم الحل تحت بس ما علمتش هنا ما علمتش عشان أنا عايزاكم تحلوها بإيديكم. ما تبصش للحل حلها أنت وابقى علم بقى أو قارن بالنتائج اللي طلعت معايا عشان وأنت بتحل ما تتأثرش بالنتيجة اللي أنا علمت عليها معايا يا شباب. أهو أول حاجة أدي الإكس جبنا منها الفي فضلنا جبنا منها الفي سوينا الفي بالزيرو طلعت لي الإس بـ 2 سكند إيه التي بـ 2 سكند. أكيد الاختيارات هيبقى فيها 2 سكند أهي طبعا. أدي أول مطلوب. المطلوب الثاني the time required to make zero displacement from the start point. عايز الوقت اللي بيخلي لي الديسبليسمنت زيرو. اجيبها ازاي؟ خلي بالك المسائل اللي فاتت كان بيطلب مننا الديسبليسمنت. هنا بقى هو بيقول لي كان بيطلب مني الديسبليسمنت عند تايم معين. هنا بقى العكس قال لي الديسبليسمنت بتساوي زيرو وعايز التايم. اعمل ايه؟ اساوي الاكس بزيرو. انهي اكس؟ الاكس اللي قدامي دي؟ لا حد تاني. نجيب الديسبليسمنت نعمل كونستنت. ايه قول كده ايه؟ بنشيل الكونستنت يا دكتور. انهي كونستنت؟ اللي هي ال 6 دي فتتع دي الديسبليسمنت اللي هي التي دي الديسبليسمنت.
ونسويها بالزيرو يعني، ومنها نجيب التايم. حط التايم بزيرو، بعمل الاكس دي ماينس اللي هي التايم اللي انا حطيته بزيرو بيطلع الاس. بالظبط، ما هو ده اللي زميلك قاله قبل كده. بالظبط، برافو عليكم. الديسبيسمنت بتسوي ايه يا جماعه؟ الاكس عند التايم اللي هو عايزه ماينس الاكس نوت، مش كده؟ طيب الاكس عند تايم مجهول يبقى هي الاكس بس بدلاله التايم، ماينس الاكس نوت اللي هي الاكس دي لما تحط فيها التيب زيرو اللي هي 6 وتساويها بالزيرو. بس برافو عليكم هايلين. اهو عند تي بتساوي زيرو الاكس 1 ب 6، عند تي عند اي تايم تي ادي الاكس اهي، اطرح الاثنين من بعض وساويها بالزيرو هيديك التايم بتساوي 4 سكند. يبقى الديسبيسمنت بتساوي زيرو امتى؟ عند 4 سكند. واكيد برضو الاختيارات هتلاقي فيها 4 سكند اهي. معايا شباب؟ المطلوب رقم 3 بيقول لي ايه؟ The average velocity after 10 second. Average velocity. الحته دي بقى انتوا مستعجلين، انتوا على طول جيل مستعجل. الافريج فيلوستي راح جاي واحد كاتب ايه؟ الافريج فيلوستي بتساوي الديسبيسمنت على التايم. طب ما احنا طلعنا الديسبيسمنت بزيرو من شويه، يبقى الافريج فيلوستي بتساوي زيرو. خلاص؟ طبعا لا، كمل قرايه المساله للاخر. الاخر بيقول لك ايه؟ الافريج فيلوستي افتر 10 سكند، يعني عايز الافريج فيلوستي بعد 10 سكند. اللي انت طلعتها بزيرو دي كانت الديسبيسمنت بعد 4 سكند، يعني معناها الجزء الاولاني ده انساه خالص، انساه واحسب ديسبيسمنت جديده عند سكند. معايا يا شباب؟ ها حد يرد؟ يعني هنجيب الديسبيسمنت فور ل 10 سكندز يعني؟ ايوه، يعني هنجيب ديسبيسمنت جديده عند تي بتساوي 10 سكند. 10 سكن، ما ناخدش الديسبيسمنت اللي احنا حسبناها قبل كده اللي هي طلعت بزيرو وعلى اساسها نطلع الافريج فيلوستي بزيرو، لا نحسب ديسبيسمنت جديده عند تايم 10 سكند. خلاص؟ فنحسب الديسبيسمنت، معناها الاكس عند تي بتساوي 10 ماينس الاكس عند تي بتساوي زيرو اللي هي الانيشال، ادي الديسبيسمنت اهي على التايم اللي هو 10 ماينس زيرو. لا لا، ادي الافريج فيلوستي. مفهومه يا شباب كلمه الافريج فيلوستي؟ يبقى ما نستعجلش وناخد نص السؤال ونروح جايين شغالين حل ونتحجج في الاخر بالوقت، لا بالراحه على مهلك، وتبقى اللي انت حليته ضمنه احسن من ايه؟ ما نستعجل وفي النهايه نلاقي كله طلع غلط. ودي فعلا ده اللي حصل، ان الناس راحت سامعه شايفه كلمه افريج فيلوستي ديسبيسمنت على التايم، طب ما احنا فوق اهو طلعنا الديسبيسمنت بزيرو قسمها على التايم يبقى بتساوي زيرو وخلصنا. خلاص؟ طب تعالى بقى للمطلوب الأخير. الأفريج سبيد أفتر 10 سكند. هجيب السرعة وأوصلها بصفر. يا مستعجل. لا طبعًا. الأفريج سبيد بتساوي إيه؟ مين فاكر؟ توتال ديستانس. عشان بجيب الديستانس. بجيب الديستانس. أيوة. هجيب السرعة. الأفريج سبيد هي التوتال ديستانس على التايم. التوتال ديستانس على التايم. شفتوا يا جماعه؟ يعني حتى الحاجه اللي مش اللي ما طلبهاش هي لازم تيجي، لازم تتحسب. هشوف الافريج، يعني كان ممكن هنا هو زودنا فقره بس تلاقي كانت الفقرات كتير في الامتحان ففشلنا الفقره وقلنا هي كده كده هتتحسب. كان ممكن هنا زودنا فقره قلنا التوتال ديستانس. خلاص؟ فهو طلب الافريج سبيد، وانت طبعا مذاكر وعارف ان الافريج سبيد بتساوي التوتال ديستانس على التايم، يبقى انت لازم تحسب التوتال ديستانس. التوتال ديستانس، التوتال ديستانس امتى؟ عند تي بتساوي 10 سكند. يعني هو مشي، ادي الفي اهي، الفي اهي. الفي جبنا عند تي بتساوي زيرو كانت الاس ب 6، يعني هو بدأ من على بعد 6، وعند تي بتساوي 2 عند تي بتساوي 2
اهو الافريج سبيد بتساوي التوتال ديستانس على التايم. عند تي بتساوي 0 جبنا الاكس نود اللي هي 6 في الاس وعوضنا فيها. عند تي بتساوي 2 بتساوي ماينس 2. عند التايم ريكوايرد بقى تي بتساوي 10 126. تفتكروا كده من غير ما من لو انت تخيلت كده قدامك هو مش ازاي تفتكر نحسب ازاي؟ نحسب ازاي؟ بدأ من 6 ومشي لليسار لغاية 2 ماينس 2 يعني يبقى كده مشي كام؟ 4 8 مشي. انت بتاخد القيمة الموجبة ما هو 6 عشان يوصل للأورجن وبعد كده كمل في الجهة التانية 2 يبقى مشي 8 رجع للأورجن تاني كمان 2 يبقى كده 10 من الاورجن لغايه لما 10 بتساوي 10 سكند 20 ونضيف عليها 10 ده بالخط لو انت تخيلت الرسم على الخط. تعالى بالقانون الاس توتال عباره عن ايه؟ اكس 1 ماينس اكس نود مودلس بلس اكس 2 اللي هي عند التايم ريكوايرد ماينس الاكس 1 وعوض فيها اكس 1 بماينس 2 ماينس اكس نود ب 6 بلس اكس 2 126 ماينس وما تنساش الاكس 1 بماينس 2 ما تخليش النقص اللي في القانون تنسيك الماينس اللي اصلا مع الاكس. والله بقول ده هو كله في النهايه بتغلطه ماينس في ماينس ببلس جمع كل ده طلع 136 اقسمه على التايم اللي هو 10 ماينس 0 طلع الافريج 13.6. بص الافريج سبيد كام 13.6 وبص الافريج فيلوسيتي 12 دي غير دي خالص عشان تعرفوا اهو الافريج 13.6. بص يا جماعه بيكتب لك النتائج فوق بيكتبها تحت يعني فوق 13.6 وزي ما اللي فوق طلعت 12 وكتبها لك تحت برضه 12 عشان الناس اللي مستعجله اللي تقول لي ما هي هي السرعه اهو 6 هي 6 معايا يا شباب اي سؤال في المساله دي؟ ايش هو القانون كان اس ولا كان اكس؟ القانون بتاع ايه؟ صوتك بعيد شويه. ها القانون اللي هو بتاع اللي بنحسب بيه التوتال ديستانس كان مودلس اكس ولا مودلس اس؟ احنا قلنا في البدايه يا جماعه قلنا في كتب بتستخدمها اكس وفي كتب بتستخدمها واي ما هو خط لينير وفي كتب بقى راح الجايه واخده جنرال ومستخدمها اس. الكتاب اللي معانا ده هيبلر ساعات يستخدمها اس وساعات يستخدمها اكس لكن في النهايه هو في النهايه بيقول لك ايه في النهايه بيقول لك ايه بارتكل موفز ان ستريت لاين حركه خطيه بيتحرك في خط مستقيم. هو بقى كونه سماها اكس سماها اس مش فارقه هي حركه في خط مستقيم بس كده. دكتور لو سمحت احنا من شويه كنا واخدين مساله بتاع فيها ليكويد وكده كان عندنا في ثانوي في اول الترم برضو لما خدنا كان بيطلب مننا ان احنا نعين الريزيستنت بتاع الليكويد ده دي برضو موجوده عندنا؟ هي موجودة عندنا بس في شابتر 13 لأن الريزيستنس دي هتكون من ضمن الفورس اللي بتأثر على البارتكل. والشابتر 13 زي ما قلت لكم في البداية وأنا بعرفكم الكاينتكس بيهتم بالفورس اللي بتأثر على البارتكل. فأه طبعا هناخدها في شابتر 13. دكتور لو سمحت المادة دي كان شابتر أصلا. لا ما تخافش كل اللي نفسك فيه هنديهولك. بس احنا يا جماعه بندي اساسيات زي ما قلت لكم انتوا بعد كده ان شاء الله هتاخدوا كل الحاجات بالتفصيل. يعني اللي بيدخل ميكانيكا بياخد نفس ده وهو نفس الكتاب على فكره. يعني الكتاب ده احنا بندرس في الكتاب ده اللي هو هيبلر النسخه 13 لغايه شابتر 15 اللي بياخد داينامكس اللي بياخد قسم ميكانيكا يعني داينامكس الريجل بادي بيكمل او في نفس الكتاب من شابتر سكتاب اخر ده اللي بيدخل ميكانيكا يعني بياخدها كده صراحه. اللي بيدخل اقسام تانية كهرباء او مدني ما علينا من عماره ده ما بياخدش حاجه لا بياخد كل الحاجات دي بس
بمسميات المناهج بتاعتهم يعني بتاعت كهرباء او مدن. دكتور والشابترز ارقامهم كام؟ 12 اللي احنا شغالين فيه ده 12 واللي هنشتغل فيه لغايه الميد تيرم هو 12 رقم الشابتر 12 بعد الميد تيرم نبدا 13 شابتر 13 يعني من دلوقتي لغايه الميد تيرم احنا مشغلين في شابتر 12 خمس اسابيع بخمس محاضرات. دكتور احنا خلصنا كده ولا؟ اه كده خلصت. عايز اي سؤال قبل ما اقفل دكتور؟ طب ده هينزل على ايه عشان نبقى نشوفه؟ لا ما انا بحط لكم المحاضره دايما على الفايل وبعدين التسجيل بقى انتم المفروض ان انتم تسجلوها. انتوا سجلتوها؟ اه متسجله متسجله. اه ال 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 المحاضره كبي دي اف بتنزل على الفايل بتاع التيم. انا نزلتها قبل ما ابدا يعني انت دلوقتي لو فتحت الفايل بتاع التيم هتلاقيها موجوده عليه محاضره بي دي اف. تمام يا دكتور. تمام. اه دكتور. نعم. وحضرتك كنت اديت لنا ورقه في الاستاتكس الترم اللي فات المسائل المطلوبه في كل تشابتر ف موجوده اجيبها اديها لكم. اه يا ريت. طيب ماشي حاضر. طب انا هجيبها لكم. اهي يا جماعة ظهرت قدامكم. لا لسه ظهرت قدامكم يا شباب. الشير مقفول تقريبا. ايه؟ الشير تقريبا مقفول لسه. لسه كده برضو لسه ما ظهرتش. اه الشير مقفول لسه. طيب حاضر. هو لو ممكن حضرتك تنزليها على الفايلز واحنا هنجيبها تفضل معانا. لا ما انا هجيبها لكم. انا هجيبها لكم والله. حاضر خلاص كده يا دكتور المحاضرة خلصت ولا في حاجة تاني؟ اه لا كده خلاص المحاضرة خلصت. اهي نزلت ولا ايه؟ ولا برضو لسه؟ كده ظهرت اهي. اه ادي اللي طبعا احنا اختصرنا حاجات كتيرة من النص تفاصيل كتير لان زي ما قلت لكم الترم 10 اسابيع بس عمرها ما حصلت. عمرها ما حصلت في تاريخ كلية الهندسة يبقى الترم 15 اسابيع اهم. الجزء ده كله شابتر 12 ده احنا شغالين فيه لغاية الميد تيرم. كل ده خلاص ده كله اللي شغالين فيه لغايه الميد تيرم خمس اسابيع. ده 13 و14 و15 ده شغالين فيه خمس اسابيع بعد الميد تيرم. هي دي كل المسائل اللي مطلوبه منكم. وبعدين لان افكارها كتير في المسائل غير الاستاتكس. الاستاتكس فكره واحده بتكمل معانا الدرس كله لكن دي يعني موجوده يعني افكارها كتير المسائل فحلوها. واي مسائل تقف معاكم يا تسالوا المعيدين فيها يا تسالون وانا هقول لكم المفروض نعمله. يعني معايا الشباب؟ اه تمام يا دكتور. تمام. يا اي سؤال مني قبل ما اقفل دكتور؟ نعم. عندي سؤال في البروفز. البروف بتاع ايه؟ هو كان في قانون كده في الجزء الشمال من الصفحه من تحت في صفحه البروفز كنت عايز اسال فيه. طيب ثواني اجيب المحاضره قدامي.
انهي صفحة بقى؟ ما ظهرتش، ظهرتش لسه لغاية دلوقتي ليه كده؟ ايه انهي صفحة برضو ما ظهرتش؟ لا ظهرت طب انهي صفحة؟ في صفحة البروف. طيب انا هبدأ معاك من الاول وتقول لي انهي صفحة. اكيد احنا ابتدينا من الاول. ها البروف بتاع ايه بقى؟ البروف بتاع الكونستانت اكسلريشن. كان في قانون كده تحت في الصفحة من تحت كده، مش عارف جه منين. ده الكونست قصدك دي الصفحة دي؟ هي ده القانون ده احنا بنستنتج منه، احنا بنقول ايه الايه بتساوي الايه. احنا استنتجنا منه الثلاث قوانين اللي انت حافظهم قبل كده. فاحنا في الاول قلنا الـ A بتساوي وتساوي دي في باي تي، فصلنا وكملنا طلعنا بالمعادلة دي، مسكنا الـ V وحطينا بدلها دي S باي دي تي، وبرضه فصلنا وكملنا طلعنا منها بالمعادلة رقم 2. رجعنا تاني للأكسلريشن وحطينا الصورة دي في دي في باي دي، وصلنا وكملنا طلعنا بالصورة دي. دول ثلاث قوانين اللي انت حافظهم قبل كده. احنا كل حكاية بعرفك هم جم منين، لكن في النهاية برضه انت هتحفظهم وتستخدمهم زي ما هم. انت عايز منهم ايه بقى؟ لا لا تمام، انا فهمت، شكرا. العفو. خلاص كده؟ طيب سلام عليكم.